يلا ما تنافسش. سيف يا سيف. ايوه عاوز ايه يا باشا؟ اسمعني. ايه اللبس الجميل ده؟ الله. والكشخه دي كله منك. والحلاوه دي كلها منك. كلها مني. ايش نفداش؟ ربنا يكرمك ربنا يكرمك. يلا فرجيني انت عندك ايه؟ سعد الله اوقاتكم. كل خير. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. اعرفكم على نفسي، سيف بن مهدي عال سالم اليامي. ما عليكم زود. شخص متواضع محب للشاهي، والوجبه المفضله لدي الشاهي. هذا اول شيء. انا ما امشي الا بالشاهي. تبي تجيب راسي اعطني شاهي. الشيء الثاني، الله يعافيك، بعطيكم معلومات عن سيف. سيف كانت اول بداياته من المتوسط، ما كنت أجد التحدث مع الناس. يعني لو جاني واحد قال السلام عليكم أنا أستحي، ما أعرف أرد عليه. لو واحد قال لي كيف حالك أنا أستحي ما أرد عليه. لين مارست الحياة مع والدي، أحب أوصل له رسالة من هذا المنبر، تستاهل الطيب. مارست الحياة كاملة مع والدي شخصيا. أشتغلت في العقار مدة 8 سنوات، وأملك عقار وأملك شخصيات كبار. مع حسن التعامل، الخلق وحسن الكلام مع الناس. الشيء الثاني، من كمل دراستي جامعي دبلوم موارد بشرية. الشيء الثالث، محب وهاوي للسيارات الكلاسيك. أملك سيارات كلاسيك من يوم أني صغير. السيارات الكلاسيك هذه في مخي. الشيء الثاني، أحب كل شيء. أحب التعامل مع كل البشر، العاقل، البالغ، صغير سن، كبير سن. يعني لو جاني واحد يتحدث معي صغير أصير أنا نفسه صغير. شفت واحد شايب أسلوبه مختلف، أسلوبي يصير نفس أسلوبه. يعني اللهم لك الحمد عندي تفكر بأني أنطق الكلام على حسب وأوصل الرسالة اللي عندي للشخص اللي أمامي. وشكرا لكم. أهم شيء الشاهي. ما شاء الله. ثانك يو. ويلكم. شكرا لك يا سيف. الله يعافيك. قدمت نفسك بطريقه حلوه. الله يوفقك يا رب. بس التلميح اللي على التيشيرت جولد وحركات عايز تاخذ الذهبيه، ما تحاولش. ايش؟ تقول انت يعني ذهب. اي نعم، اكيد اني انا دايم عندي ثقه في النفس. جولد ما في جولد. اللي جولد؟ ما في جولد. اي مكتوب ايه؟ جولد. لا مش جولد. طيب. جولد. 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 يس.